هناك هجمة وهابية على المجتمع المغربي الذي هو مجتمع كان دائما وسطي وكان يحترم المرأة، ولكن هذه الموضة ممكن أن تستغرق مدة قليلة وتعود الأمور إلى نصابها، لأن يعني الرجال والنساء هم أشقاء، والمجتمع يتكون من رجال ونساء، والأسرة تتكون من رجال ونساء. فهذه الدعوة هي نقوص حتى على الإسلام نفسه. فمحمد كان يشتغل لدى امرأة وهي خديجة، وتزوج امرأة، وتزوج بعائشة، وتزوج بحفصة وغيرها. فبالتالي هو نقوص وتراجع حتى على الإسلام نفسه. إذن ممكن أن تلقى هذه الدعوة استحسانا في الأول، ولكنها ستفشل، لأن المجتمع كما قلت يتكون من رجال ومن نساء، وهذه دعوة للأبرتايد جديد، وهي دعوة فاشلة ومن أدمغة مريضة، بمعنى أن هناك من يقدم كل الأمراض المجتمعية على أساس أنها تعود إلى المرأة، المرأة المتبرجة، المرأة المتعلمة، المرأة العاملة، المرأة إلى آخره. فهو تحليل مرضي لواقع متخلف. المجتمع يجب أن يتقدم لا أن يتأخر، وتقدم المجتمع من تقدم المرأة كما هو معروف، وكما تدل على ذلك كل الدراسات العلمية السوسيولوجية وغيرها.